يا رب وعاد ان شاء الله، هي بس سحبت مطر صيف ان شاء الله وتروح. ثلاث اشياء الواحد لازم يتعب علشانهم، كلهم مربوطين بالرضا. رضا ربي، رضا امي، رضا نفسي. اذا رضيت ربي من خلال رضا امي راح ارضي نفسي، وكلهم متصلين مع بعض. ما هي فلسفة ولا هو لغز ولا هي مسألة رياضية يبي لها اي نوع من انواع التفكير، هي موجودة. إذا أرضيتها قدرت أني أنا أضمن مستقبلي وراحة بالي ورضا ربي، وفي نفس الوقت دعوتها لي في أن بالي يرتاح وفي أني أكون قد أي تحدي يكون بحياتي، فحزتها أنا أرضيت نفسي. مو بس أرضي نفسي في كلمة وكلمتين، أرضي نفسي في العديد من الأمور. أرضي نفسي في أني أنا أتعب على أني أرسم صورتي صح في عين الإنسان اللي قدامي. إيه؟ أتعب على رضا رب العالمين طبعاً، أتعب على رضا أمي طبعاً، وأتعب على رضاي من نفسي أكيد. وعلشان أوصل حق رضاي من نفسي لازم أتعب على صورتي أمام الكون أجمع. أنا شنو اللي في بالي؟ شنو اللي أفكر فيه؟ طموحاتي، مستقبلي، تفكيري، وفي نفس الوقت قلبي، وفي نفس الوقت من الناس اللي أبيهم معاي. أتعب على أن الناس اللي يكونون حوالينك ناس يبون لك الزينة ولا يمثلون بأنهم يبون لك الزينة. أتعب على أن كل إنسان يكون موجود في حياتك وهو إنسان يحبك ما يغار منك، يحبك ما يحسدك، يحبك ما يحفر لك، يحبك ما يستغلك. تدري لما تقدر أكمل؟ أقدر أكمل لأبعد حد. أتعب على علاقاتك في هذه الدنيا لأنها تستحق أن أنت تتعب عليها، لأنك في يوم من الأيام إذا وقفت في مكانك ما عرفت التحرك، إن شليت في مشكلة لا قدر الله، راح تعرف من اللي الصج راح يمد إيده ويقول لك تعال أنا أقدر أساعدك حتى لو بكلمة. أهم من أني أنا أتعب على كل الناس اللي حواليني علشان أقدر أرضي نفسي. نعم، اللي ما يحب نفسه ما يقدر يحب الناس، واللي ما يرضي نفسه ما يقدر يرضي الناس نهائيا. فأنت لازم يكون في عندك هذا التعب على أن أنت إذا رضيت نفسك وتعبت عليها فأنت راح توصل حق مرحلة استقرار عاطفي جميل. وادعو رب العالمين أنه يرزقكم هذا الاستقرار، استقرار عاطفي من خلاله تعرف أن الناس كلهم في كفة وهذا الشخص في كفة في بالي. والله العظيم إنه دايم في بالي، ولو أني أتغلى ساعات وما أقول، ولو أني أمثل أنه مو في البال، بس رب الكعبة إن قدرت أنسى اسمي نسيته. أحبه. تدرون يعني شنو أحبه؟ يعني قاعد أتعب من خلاله على أني أرضى على نفسي. أنا أكبر منتقد لشخصيتي، ولكن إذا شفت نفسي بعيونه أدري بأنه يحبني، فحببني في نفسي. أحبك. وما أدري إذا تدري شنو معنى كلمة أحبك، يعني أنا كلي رضيت في كل ما قدم لي هذا الكون عندك. إيه، أستذكر نفس المقطع، يا فرحة جتني لي عندي بشكل إنسان. أرضيت الكون، صار الوقت أني أنا أرضي نفسي. أرضيت أمي، أرضيت ربي ولله الحمد، صار الوقت أني أنا أرضي نفسي. ولأن أمي راضية علي وبإذن الله رب العالمين راضي علي، جت لي هذه النعمة. يا لهذا الشخص اللي خلى حياتي دايما وأبدا تكون غير منه. عرفت يعني شنو الإنسان لما يكون دايما في بالك؟ عرفت يعني شنو الإنسان اللي ما يطلع من خيالك؟ عرفت اللي إن أنت تعيش باسمه، تعيش خلاص، بس تعيش عام، عامين، ثلاث، أربع، تعيش العمر وياه. أنت استوعبت كلامي ولا ما استوعبته؟ مليت وأنا قط نغزات، مليت وأنا أتعبث بالأوراق، مليت وأنا أدور بهالمخ هذا كلمات، مليت وأنا صفصف حكي، مليت وأنا أعبر عن إحساس. أنت اللي في بالي. إذا تكلمت عن رضاي عن نفسي فأنا قاعد أتكلم عن رضاك أنت علي. إيه أنت، لأن معاك عرفت يعني شنو معنى الهنا، عرفت أني أنا أقدر أكون إنسان مختلف تماماً. عرفت تفائل، عرفت حب، عرفت عيش، عرفت هيم، عرفت طير. شكرا. ثلاث أشياء يستحقون أني أتعب علشانهم ذكرتهم، والسبب الأخير رضاي عن نفسي، فما بالك بأن رضاي عن نفسي هو رضاك أنت يلي في بالي. في بالي دايم دايم في بالي،
مهما تمر الليالي يا غالي بموتي ما انساك.